تعالوا بقى دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين كل يوم والفرق المختلفه، وهتكون معانا مراسلتنا العزيزه مريم سميح من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا مريم بونجور وصباح الفل عليكي. كنا مع بعض امبارح طبعا في حفل التوقيع، وكان حفل اكثر من رائع. كنت بحكي للساده دلوقتي المتابعين حاجه كانت مشرفه جدا. خلينا نعرف منك اخر المستجدات، اتفضلي. صباح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وطبعا يعني هيكون معنا في هذه الجولة كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى. وطبعا زي ما أنت قلت يا نهاوند، الحقيقة يعني إن أنا انبسطت جدا إن أنا شفتك امبارح، والحقيقة إن هو كان شيء مشرف، مؤتمر صحفي يليق باسم النادي الأهلي وأيضا بالراعي الرابع يعني شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. الحقيقة إن إحنا شفنا كل حاجة كانت على الوجه. طبعا ده للاعلان عن واحد من احد رعاه النادي الاهلي خلال السنوات المقبله. ان شاء الله نشوف يعني تطور كبير جدا على هذا المستوى. والحقيقه ان احنا كمان كان لينا يعني لقاءات مع عدد من اللاعبين بالنادي الاهلي في النشاطات الرياضيه الاخرى، والحقيقه ان هم كان بالنسبه لهم ان وجود سبونسرز بحجم كل سبونسر تم الاعلان عنها خلال الفتره الماضيه اكيد بيضيف لهم جدا، واكيد بيساهم ايضا في احراز الكثير من البطولات والانجازات طبعا لاسم النادي الاهلي. خلينا بقى يعني ننتقل لاخبار الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، والحقيقه ان هو لليوم الثاني على التوالي هيستأنف تدريباته النهارده على ملعب مختار التتش. ولكن النهارده الحقيقه ان المران هيبدا في الفتره المسائيه، التجمع هيكون في تمام الساعه 4 عصرا وهيبدا المران في تمام الساعه 5 مساء. الحقيقه ان امبارح كان المران في الفتره الصباحيه كان في تمام الساعه 10 صباحا، وكان في محاضره طبعا لمستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي طبعا. والحقيقه ان كان في ايضا تدريبات يعني متنوعة بدنية لكل اللاعبين في النادي الأهلي، والحقيقة أن كان يعني في أو ختام المران كان في تقسيمة قوية للفريق. والنهاردة يعني مقرر طبعا أن هو يستأنف هذه التدريبات بشكل مختلف، ده طبعا أكيد في إطار الاستعدادات لمواجهة نادي سموحة غدا الثلاثاء، ده طبعا في إطار نصف نهائي كأس مصر. في يعني خلينا ننوه على المشاهدين أن ده النسخة القديمة أو تحديدا موسم 2021-2022. المباراة هتقام غدا ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء على استاد القاهره. بالنسبه بقى يعني للاصابات اللي موجوده في صفوف الفريق، الحقيقه ان على الرغم من قفشه تعرض طبعا لاصابه في او قطع يعني جرحي في عينه اليسرى، الحقيقه ان هو كان مصمم ان هو يشارك في تدريبات او مران امس، والحقيقه ان هو كمان هيشارك في مران اليوم، ده طبعا علشان يثبت للجهاز الفني ان هو قادر على المشاركة في مباراة الغد. ولكن يعني مشاركته من عدم مشاركته ده طبعا متروك للجهاز الفني طبعا بقيادة مستر مارسيل كولر. طبعا زي ما احنا عارفين ان قفشة تعرض طبعا في اعلى عينه او العين اليسرى بجرح قطعي اثناء مباراة النادي الاهلي والنادي المصري، ده بالنسبة لقفشة. بالنسبة لطبعا ياسر ابراهيم بعد طبعا يعني اصابته في العضلة الضمة ايضا في مباراة النادي الاهلي ونادي المصري اللي اقيمت مؤخرا، الحقيقه ان ياسر ابراهيم يعني تحددت اصابته ان هو ممكن يخضع لبرنامج تاهيلي خلال الثلاث اسابيع المقبله، وبعديها هيكون جاهز ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه وايضا يعني بالتالي المشاركه في جميع المباريات المقبله، وممكن يكون جاهز يعني في اواخر شهر يناير الجاري او اوائل شهر فبراير المقبل. خلينا بقى دلوقتي ننتقل لقطاع الناشئين، وطبعا يعني زي ما انا دايما بكرر وبقول ان هو عامل نتائج الحقيقه مبهره جدا على الرغم يعني من صغر سنهم. الحقيقه ان اهلي فريق اهلي 2003 قدر ان هو يفوز على فيوتشر مساء امس طبعا على طبعا في دي في الجوله ال 17 من بطوله الجمهوريه. طبعا كان الفوز يعني بهدفين دون رد من نادي فيوتشر. الحقيقه يعني ان بهذا الفوز رفع نادي الاهلي او فريق النادي الاهلي 2003 طبعا رصيده الى 35 نقطه بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 مباريات والخساره في مباراتين فقط. خلينا بقى يعني ننتقل لكل الفرق الرياضيه الاخرى، وعايزه طبعا اضم يعني صوتي ليك يا نهواند وليك يا كريم، واهني طبعا مصطفى عسل الاهلاوي يعني الصميم طبعا بفوزه ببطوله يوستن المفتوحه للسكواش، ده طبعا بعد الفوز على محمد الشرباجي بنتيجه 3-0 في المباراه النهائيه. الحقيقه يعني ان التايجر اكيد مصطفى عسل دايما بيقدر ان هو يرفع راسنا دايما في كل يعني البطولات العالميه او القاريه او المحليه، فحبيت ان انا اضم صوتي لصوتكم طبعا بتهنئته بهذه البطولة.
ننتقل بقى لسيدات سلة الأهلي، طبعا يعني عندهم مباراة هامة جدا على صالة نادي سموحة غدا الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء. ده طبعا هيواجهوا نادي سموحة، والحقيقة ان هم هيتوجهوا النهاردة لمدينة الإسكندرية علشان يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لهذه المباراة. طبعا يعني ده في إطار منافسات بطولة الدوري. الحقيقة ان احنا بنتمنى لهم كل التوفيق، لان احنا طبعا شايفين سيدات سلة الأهلي ماشيين بخطة ثابتة جدا خلال الفترة الماضية. ايضا رجال سلة الاهلي اليوم عندهم مباراة هامة جدا على صالة طبعا نادي اتحاد الشرطة امام نادي الجزيرة. طبعا هتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساء. الحقيقة طبعا ان يعني فريق سلة الاهلي او رجال سلة الاهلي تحديدا داخلين النهاردة المباراة طبعا امام الجزيرة بمعنويات مرتفعة جدا، خاصة بعد فوزهم الاخير على نادي الزمالك بنتيجة 92-64. اخيرا بقى يعني سيدات اليد، الحقيقه ان هم يعني في مباراه هامه جدا ان شاء الله هتقام غدا يوم الثلاثاء. الحقيقه ان هم هيواجهوا طبعا نادي الطيران في تمام الساعه 6 مساء، وده في اطار منافسات طبعا اكيد بطوله منطقه القاهره. الحقيقه ان المباراه هتقام هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل على مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا دي كانت كل الامور والمستجدات الخاصه بالنادي الاهلي سواء على مستوى طبعا الفريق الاول لكره القدم او جميع الرياضات المختلفه الاخرى. طبعا انا بشكركم جدا، العوده ليكم مره اخرى. رائع جدا، وتغطيه كالعاده رائعه منك جدا يا مريم. نشوفك ان شاء الله في تغطيه اخرى. بشكرك جدا انا وكريم، اكيد شكرا ليكي.